أدرك الرئيس المكلف سعد الحريري منذ تكليفه تشكيل الحكومة أن دون التشكيل عقبات ليس أولها عنوان الشراكة الحقيقية ولا آخرها الحقائب السيادية. لم يدرك أن تمسك النائب ميشيل عون بجبران النموذج كما أسماه سيشكل العقبة الأكبر، فجاءت العقدة مزدوجة، فتوزير باسيل سيكون من جهة خرقا لمبدأ عدم توزير الراسبين، ومن جهة أخرى خرقا لمبدأ إبقاء القديم على قدمه. جبران باسيل تاريخ نضال، بالرغم من أن صغره بالعمر بالنسبة للسياسيين بعتقد بدهم كتير ليوصلوا على مستواه، لأنه جبران باسيل هو نموذج من الأداء. رفض توزير الراسبين لم يكن يوما نصا دستوريا، كلام صحيح توقف عنده الجنرال، إلا أنه أغفل عرفا كان من أول المطالبين به بعد انتخابات العام 2005، وبات اللبنانيون مجددا بين جنرال اليوم والأمس. هناك عرف بعتقد سابق أنه اللي سقطوا بالانتخابات النيابية ما هلأ في بدورة الأولى لا يوزروا. لازم مني الشغلة. ليس هذا وحسب، فالجنرال ذهب إلى أبعد من ذلك ليتحدث عن تفجير الوضع اللبناني في حال شكلت حكومة غلط، ويبدو أن الغلط المقصود هنا هو استبعاد الصهر المعطل. فإذا ما بتتألف حكومة غلط ولا حدا بيقدر يفجر الوضع الداخلي اللبناني. حلفاء الجنرال يدركون خطورة التأخير في تشكيل الحكومة، ولكن ليس من باب استبعاد باسيل كما تتضمن تصريحاتهم، بل من باب الاستحقاقات الإقليمية والتهديدات الإسرائيلية. وهنا تطرح علامة استفهام حول سكوت حلفاء الجنرال عن خطأ استراتيجي يوازي بين معادلة توزير باسيل أو انفجار الوضع اللبناني ومعادلة تأخير تشكيل الحكومة والتهديد الإسرائيلي.